كل هذا الظلم، هو عنوان مقال دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، هو معنا عبر سكايب. أهلا بك معنا دكتور مصطفى. أهلا بكم، تحياتي لكم. دكتور، في المقال استعرضت واقع فلسطين الأليم منذ الانتداب حتى اليوم، هل غير ذلك شيئا من طبيعة الحق الفلسطيني برأيك؟ هذا ما طمحت إليه الحركة الصهيونية، أنه وقبلها الاستعمار البريطاني، أنه مع كل هذا الظلم والجور الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، أنه من الممكن أن ينسى الفلسطينيين حقوقهم أو يتنازلوا عنها. ولكن الواقع بالعكس، أن كل هذا الظلم لم يؤدي إلى ازدياد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية، وازدياد تمسكه بأرضه، وازدياد إصراره على مقاومة هذا الظلم الذي يتعرض له. نحن نعرف أن أحد أهم استراتيجيات الحركة الصهيونية كانت أنها تريد أن تشعر الفلسطينيين بالإحباط واليأس، وإذا وصلوا إلى درجة الإحباط واليأس سيسهل على الحركة الصهيونية أن تهزمهم وتنفذ مخططاتها. ولكن ما جرى هو عكس ذلك، وكانوا يقولون أن الكبار سيموتون والصغار سينسون. هذا لم يحدث، الصغار أكثر تمسكا بالحقوق الوطنية حتى مما كان عليه أباؤه. نعم، هل هذا انطبق فقط، أو هذه النتيجة التي خلصت إليها دكتور مصطفى انطبقت فقط على الفلسطينيين دون العرب؟ هل نجحت الحركة الصهيونية بجعل العرب ينسون؟ أتحدث عن النظام الرسمي وليس عن الشعوب. هل نجحوا في ذلك بينما بقي الفلسطينيون على حالهم، لم ينسوا وصغارهم بقوا كما هم؟ الحكومات التي دخلت في تطبيع مع إسرائيل هي لم تنسى، يعني ليست القضية نسيان، وإنما غيرت مبادئها وغيرت مواقفها وصارت وراء مصالح معينة وتنكرت لمبدأ التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهذا ليس مطابقا لمشاعر شعوبها. بالعكس، أنا أرى أن الشعوب العربية في البلدان التي طبعت مع إسرائيل ما زالت متمسكة بالحقوق الفلسطينية وبالتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبالتالي هذا الفعل بقي فعلا سلطويا على مستوى الحكومات. وطبعا هو فعل ينسى ليس حقوق الفلسطينية بقدر ما ينسى مصالح شعوب نفس هذه البلدان، لأنه لو كانت هذه الحكومات حريصة على مصالح شعوبها لأدركت أن إسرائيل تمثل خطرا ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على دول المنطقة بأسرها، وأن علاقاتها مع بعض هذه الحكومات مبنية على أساس محاولة فرض الهيمنة الإسرائيلية المطلقة عسكريا وسياسيا واقتصاديا على هذه البلدان. نعم دكتور مصطفى، قد يسأل سائل لماذا لم يتعب الفلسطينيون؟ لا نستطيع أن نتعب، نحن لا نملك رفاهية أن نتعب، لأنه نحن نتعب أحيانا ونصاب بالإرهاق أحيانا، ولكننا لا نستطيع أن نسمح للتعب أن يسيطر علينا، لا نملك هذه الرفاهية. إذا شعرنا بالتعب ويأسنا ستضيع كل حقوقنا ويضيع مستقبلنا وتضيع أرضنا، ليس لنا بديل عن هذا الوطن، هذا شيء مفهوم، ولا كرامة لفلسطيني خارج وطنه. ولذلك بالعكس، نحن نشعر أحيانا بالتعب والإرهاق، وهناك تضحيات صعبة مثل 45 شهيد الذين سقطوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في قطاع غزة، وكل شهيد منهم قصة مؤلمة، خاصة أن 15 منهم أطفال، ولكن هذا لا نسمح نحن لأنفسنا بأن نجعل التعب يسيطر علينا، لأننا ببساطة لا نملك هذه الرفاهية. نعم، أشرت في ختام مقالك إلى التسوية وطريق السلام والسلام الاقتصادي وما إلى ذلك، هل نستطيع الحديث ونحن نتحدث عن التعب أن من سلكوا مسار التسوية من داخل الحالة الفلسطينية تعبوا، بالتالي أرادوا تغيير المسار باتجاه فرص أخرى لربما تخرج معهم نتائج إيجابية؟ هل يمكن توصيف الحالة بهذا الشكل؟ هم يقسمون هذه الفئة، تقسم إلى ثلاثة أنواع أو ثلاثة أقسام. القسم الأول تعب ربما، صحيح، وربما عامل السن هنا مهم، يعني أنه بعض الأشخاص وصلوا إلى مرحلة شعروا أنه في سنهم لا يستطيعوا أن يواصلوا سير الطريق القديم وتأملوا أنه بطريق آخر يحصلوا على شيء، هذا طبعا كان مبنيا على وهم.
لكن في فئتين من نوع آخر. الفئة الثانية وهي الأهم أنها تمس يعني برأيي خدعت بوهم، وكما قال لي بعض القادة الفلسطينيين في ممن وقعوا اتفاق أوسلو أن أوسلو اكتشفوا لاحقا أنه كان فخا كبيرا وقعت فيه منظمة التحرير، وبالتالي هناك جزء توهم وجزء بنى حساباته على حسابات خطأ واعتقد أن الولايات المتحدة ستقدم خدمة للفلسطينيين وراهن على أن في إسرائيل حكومات يمكن أن تقبل حل وسط مع الفلسطينيين يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية. هذا الطرف الآن يعني أمامه الحقائق ثابتة، وبالتالي يجب أن يتخلى عن الوهم وعن السرابة، وإذا لم يتخلى فعندها يقع في الخطيئة، لأنه من المقبول أن يخطئ الإنسان وليس من المقبول أن يواصل الخطأ بعد أن يرى أنه خطأ. الفئة الثالثة وهي فئة صغيرة ولكن موجودة ومهمة هي فئة أصحاب المصالح الذين أصبحت مصالحهم مرتبطة بمشروع التسوية، وأصبحت مصالحهم مرتبطة بربما الاحتلال ومرتبطة بالعلاقة مع الاحتلال، وهذه فئة طبعا لا يمكن إقناعها بتغيير نهجها، يجب عزلها، هذا هو الأمر. نعم. لو عدنا إلى فكرة التطبيع والنظام الرسمي العربي دكتور مصطفى، أشرت منذ الحرف الأول حتى الأخير في مقالك لأشكال متعددة متلونة متتالية لحجم الظلم الذي يتعرض له الإنسان،